النهارده جاي اتكلم معاكم عن عظمه المملكه المغربيه الشريفه، وهتكلم عن انجازاتها على مدار التاريخ. المغرب ما عندوش انجازات. ايه ده، في ايه؟ طيب هعيد تاني. النهارده جاي اتكلم معاكم يا جماعه عن جامعه القرويين بمدينه فاس، ودي اقدم جامعه في العالم. نعم. لا يا حبيبي، المعلومه دي كذبه. ايه ده؟ وبقول لك ايه، يلا انت بتطبل للمغرب ايه؟ وبتعمل فتنه. طب اقسم بالله جامعه القرويين اقدم جامعه في العالم وبتاعت المغرب. طب ايه رايك بقى ان جامعه القرويين دي بتاعتنا؟ ايه؟ ايوه زي ما بقول لك كده. ودلوقتي هقول معلومة تانية عن المملكة المغربية الشريفة. المملكة المغربية الشريفة اكتشفت فيها أقدم مجوهرات في العالم. بتوعي يا أخويا، بتوعي. بتوعك إيه يا بنت بس؟ هو أنت كل حاجة بتاعتك؟ ما تحسكش يالا. طيب أنت وأنت المغرب مجنناكي ولا إيه؟ هي دي المغرب اللي حاسد عقلك أنت يالا. كل يوم قرفنا المغرب المغرب المغرب. إيه ده إيه وكل ده؟ يوم عمال تقول كلام عليها. ما ترحمنا بقى. أيوة، وأنت إيه اللي يستفزك إن أنا أقول جاي أجيب ست المغرب أو أتكلم على المغرب؟ ما هو أنا اتعقدت بصراحة. ما إيه هو ده؟ كل حاجة المغرب أحسن مننا، المغرب مش عارف إيه. أنا اتعقدت يا عم الفرعون. بس أنا عايز أكمل معلومات للناس. يا أخويا كمل بالقرف. طيب نقول معلومة تانية عن المغرب يا جماعة. المملكة المغربية الشريفة عندها أقوى فرقاطة في إفريقيا، بالمناصفة مع فرقاطة تحيا مصر. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا أخي، حسب الله ونعم الوكيل فيك. إيه ده إيه ده؟ المغرب عنده أفضل علماء وأفضل أطباء في العالم وفي الوطن العربي، وبيطلبوهم في اليابان وفي ألمانيا. يا راجل أنت عايز تشلني ولا إيه؟ هو إيه؟ المغرب أول ناس اخترعوا النسيج في التاريخ. نعم، إحنا أصلاً أول ناس عاملين النسيج. هو كل حاجة أنتوا يا بنتي. أنت عبيط يالا. وعايز أقول لكم كمان إن الصحراء المغربية من أجمل أماكن العالم، ويا سلام على مدينة العيون. لا بقى، الصحراء الغربية يا فتان. لا ده أنت قلت الأدب بقى. يلا. الصحراء مغربية. موضوع ريان يا أخويا، وحدنا وحل المشاكل. أنت بقى جاي تعمل فتنة، أنت عايز إيه يالا؟ ها؟ عايز إيه؟ إيه ده، هو أنا لما أقول الصحراء مغربية بقى أنا بعمل فتنة؟ آه. وإيه الفتنة في كده؟ وإيه علاقة إن أنا أقول الصحراء مغربية بإن ده الفيزيك أو ده يعمل فتنة؟ الكلمة دي بتعصبني خلاص؟ طب مغربية الصحراء؟ ودي كمان بتنرفزني. طب أقسم بجلالة الله لو ما اتلميتي يا إما هطلع الدرون المغربي يا هكلم ماكرون. لا 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 يا أخويا، درون إيه وماكرون إيه؟ آه. عيب، إحنا حبايب. يا درون. لا لا لا، خلاص خلاص خلاص. يا ماكرون. يا أهدى والنبي يا أخويا. طب الصحراء إيه؟ المغربية يا أخويا، يا قمر أنت يا جميل. ويا أقدم جامعة في العالم. جامعة القرويين بتاعت المغرب الغالي يا حبيبي. بقى الغالي دلوقتي. اه. وأنا بقى بعمل فتنة؟ لا يا قمر، ده أنت جميل، ده أنت غزال بالذات. دلوقتي بقيت غزال بالذات، فهو بتتكلمي مغربي. وعال. أوكي. المملكة المغربية الشريفة على راسنا. على راس راسنا يا باشا. أيوه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك.